الكبير على شروط تسكين المدينه الجامعيه. طلع علينا وقال ان هو هيفصل التغذيه، مصاريف التغذيه عن مصاريف التسكين. الاقامه الطالب هيدفع 65 جنيه والتغذيه بتاعته هتبقى منفصله، هيدفع 100 جنيه في الشهر او 25 جنيه كل اسبوع. فاحنا قدام نظام يرقع حراك الطلاب جوه الجامعات من خلال اعتقال الطلبه جوه الحرم، اعتقالهم على اسوار الجامعه، كمان فصلهم فصل نهائي من غير من غير اي اجراءات. يعني انا مش فاهمه بصراحه، يعني القانون عندنا واضح، اعمل تحقيق، بتدعي سلامه العمليه التعليميه وبتدعي ان الجامعه فيها مخربين، اعمل لنا تحقيق، طلع كاميراتك اللي انت حاططها في الجامعه بتراقب الطلبه وتشوف الطلبه هل هي فعلا مخربين ولا لا. ازاي جامعه محترمه بتصدر عقوبه تاديبيه لطالب ما صدرش ضده مخالفه قانونيه؟ فصل الطلاب دون التحقيق معاد. احنا طالبنا في اكتر مناسبه ان الادله اللي اداره الجامعه بتدعي ان هي موجوده ان هم يخرجوها، الكلام ده ما حصلش.